الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه. واشهد ان محمدا رسول الله وخيرته من خلقه صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. بارك اخوانا في القران ذلك كان اولا هو تام اكل صوره وتاكيد المسلم شيء تنجني ذا بسنسنين ماتا بارك شكا الله عنه بسنسكي ليه هل سمنا جي ليه هل سامو سمنا ماتا ما سيء سنيا شرق باوا دا يسيء شرق باوا سارد ولم هلتا كما تنشي بيه سبحانه وتعالى لفرق لي كي يكيكي تتكان مدى يكيكي تمدى ميه بيه شرق سنسكي تشوى الرجال قوامون على الإنسان بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يجي ماذا جي سنة أيهو سنة شوى جبني سنة جابوا لي أحسن الرجال قوامون على الإنسان فأنكم إيبا بما فضل الله بعضهم على بعض ومن ألم يا يكفيكي تساجد سؤالك هكذا دومين إيكا مغزكا شكاتي ألفين إيكا فوما تنشي كوايا تي مرونيني أشكين قبيلة هكا ألا مرد في تركيا كداما هكا ألا مرد في تركيا. وانا آية في غير مكتوبة لما تكتين شيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يهدي شيخ مكة رحمة إنك تشاورنا آية دليل جنسي في أكل شواء درجة ماذا فأيك إلى ما فعل الله قد أكون يا فيكي كمذا في أكل ما تأتي فنقوم يا دورة متنوي كل أواجه ما تأتي إذا سوى شواء سوى قبل ما تأتي دمك أن دورة متنوي أن دورة مسوى وسوى وسوى أن دورة متنوي نفس كل أواجه ما تأتي. وأن الآية ذات جاهل كلمة يا أخوة مستوراو أكن شيوا أشي بيتماتا مبرماتا يوم نأوي بإعيا يوم مماتا ذات كيبا با تارد كل أوابا با تارد مستر وابا با تارد سائل ستا أشي وانا حليتا شي كمشي حليتا شي مروي حليتا شي وانا سيكي بتآتر أسائل وأكن ذا حليتا شي وانا سيكي بتآتر أأنكي مكاتا حليتا شي وانا سيكي بتآتر أآدناتا باب شكا وفيد آثر أحكام من تو أما باب شكا إذا تكلي قال يا جماعة يا مسكي أوانا رايوا ذاك الضبط من شيني جرمان جرسي إنك قوت الكاسو جماعة يا فرقو ذاك أقول ما تاي ما تفن ذا الله صلى الله عليه وسلم إيا يا مسكي إيا يا مسكي الله ما تفن ذا شيني يتوري حتى نظاك الضبط من شيني دنجني لنا جرسة ثم نتابعي تتابع التابعين تتبع الاتباع وان تتبع بايا وين بعض الشركة ما تيام لو ان تنبوك شيء ذاك جاء في قرابعين وفي سابع وعلا مدعو في حسنة تفضلوا لتداما وان وان نقفواني فالله سبحانه وتعالى يجي بشي لسو بني يسد السوبة من لي وجب أداوة أجارة كأن تشمع ان نبنقروا لي بنقري نفرقوا سولي يتكالوا مدعو ماتا أبنقروا لي تداما نشكر رايوا فأو شكا وأن ذاك جيايا ويت والعياذ بالله هذا أشكتا سوى النمو ذاك أنا سودانيا ذاك أنا سودانيا أعنوي
ba tare da kun ce juna ba ba tare da kadalika a cikin shaguna zaka ga yadda ake cutanya tsakanin mai saye da sayarwa da mai saye da wanda yake sayarwa zaka ga ya kibanta da matan mutane zaka ga yadda aka shiganta ake ta maganganu babu wani kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala babu kamewa a ciki ka ɗauki makarantunmu zaka ga makarantunmu ana takura tsakanin maza da mata abin da kuke kun suna ɗan ƙanƙana kun suna ɗan ƙanana alhali cutanya tsakanin maza da mata haramun ne فصلى حديث دا إمام الحاكم أبو عبد الله بن تابوري دا إمام أبو داود كنت روي كوشي دا سنة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يشي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في مضاجع يشوفوا مشياء يوكي دا يصلى الهالة كله ubaci ƴaƴayenku da yin sallah tun suna ƴaƴan shekara bakwai ki musu umarni sallah ba sun kai shekara bakwai sannan kuma da kinsu idan kuka bar sallah ba su yi ta ba a lokacin da suka cika shekara goma a ƙarshen hadisin sai ya ce kuma ku rarraba tsakanin su wurin kwanciya me ake nufi da wannan ma'ana a fayyace a bambance tsakanin maza a kwantarsu daban mata a kwantarsu daban kada a cuɗanya su kaga wannan hadisin nafsi ne da yake haramta cewa haramu ne a musulunci maza da mata su dinga cuɗanya su dinga cakuɗa domin haka ya saba da tarbiyya ya saba da kamewa ya saba da ƙarfin zuciya koyi ne da Allah su ne suke yin kalli kuskar annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yake Madiyan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma warada ma'a Madiyan wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tusaddan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusqiya ar-ru'a wa abuna shaykhun kabir lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake garin Madiyan sai ya ga wasu mutane suna ɗiban ruwa a lokaci guda sai ya zo wasu ƴan mata guda biyu sun katange kansu sun killace kansu ba su cuɗanya da waɗannan mutanen ba sun tsaya a gefe annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ce sun kuma ba me kuke sauraro ya ake ciki sai suka ce ai mu ba za mu iya ɗiban wannan ruwan bai dace mu ɗibi wannan ruwan ba har sai waɗanda za su sha wannan ruwan sun gama ɗiban ruwan su sha abin da suke buƙata na buƙatar sun tafi sannan suka ce sannan kuma mahaifinku dattijo ne mai girma sun baya ta mace annabi Musa alaihi salatu wa salam da ya ga irin killacewar kansu da suke da kame kansu da suke fa taqa lahu thumma tawalla ila qum fa qala rabbi inni lima arsalta ilayya min khayr annabi Musa alaihi salatu wa salam da ya kai musu ruwa din ya taimaka musu ya agaza musu sannan ya koma zuwa wata inuwa yana nufa da yin rahmar Allah madaukakin sarki yana yin addu'a yana cewa ya ubangiji ni mai tsananin bukata dangane da alkhairin da za ka bar bayan an yi wannan waɗannan ƴan mata sun yi ga mahaifinsu sun dawo kawai sai ga ɗaya ta dawo Allah madaukakin sarki ya yi reta saboda kamewarta da killace kanta da irin yadda ta yi shiga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء في تاية وشكل سيكتبه تكبه جسم كنيا جسم سوى دكامي واحد سوى سيكتشي إن أبي يدعوك ليجزية أجر ما تقلت لنا تشي ما هي كنه ينا كرمك ينا ليمنك ينا سيكتبه دو من يساك الكامك يباك لا دم سوك كامنا أبن ملفا أبن إيسا لكاون نفسك بحديث الخير abin sha'awa a cikin wannan kissa shine ka kalli yadda wasu mataye suka killace kansu da barin babu kowa da maza a cikin wani abu a cikin wani muhimmin abu na rayuwa shine ɗiban ruwa abin da ba za a rayu sai da shi amma tarbiyyar da aka ba su ta hana su cuɗanya da mazaje su yi gudun zuta da su dan su su ma su sannan wuri na biyu a cikin kissa kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala iya huwa da wanda ta zo wurin annabi Musa alaihi salatu wa salam
inda yake cewa sai ta zo a cikin kunya ta zo a cikin kutuwa ta zo a cikin kyakkyawar shiga da kamala babu shakka wannan wannan kadai ta wani ga mata yan mu ga ƴaƴayen mu mata cewa ga irin samfurin da ta yi ya kamata daga cikin ɓangarorin da za ku ga an saba wa shari'ar musulunci mata yi suna saba wa shari'ar musulunci sun saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mata yi na gargaɗin farko shi ne yanayin shiga mummunan shiga a wannan lokaci ta yawaita shiga irin tsaraici shiga irin wadda mutum shaidan matan ku zai kunya ya sa irin wannan kayan amma saboda gwamutuwa da arna saboda irin yaƙi da arna turawan yamma suke yi wa musulunci al'ummar musulmi baki ɗaya na ya za su sai sun tsiraita matan mu ya za su sai sun fito da mata mata yan musulmi daga cikin gidajen su sai ka ga an sa rigar fanci sai ka ga an sa rigar shan iska sai ka ga an sa rigar da sai a bakin gaɓar ruwa suke sawa kai wani bugun ma sai ka ga an sanya tufafin da kana iya gane komai na gaɓoɓi imma ta fuskar a sa shi ya ƙame jiki ta yadda zai iya suranta dukkanin tudun gaba ko kuma rashin tudunta duk zai iya baka baka bayani a kai ko kuma ya siffanta asalin taka din wannan mummunan yanayi ne wannan mummunan tarbiyya ce kuma abin ka kai shi ga shi ya yaɗu a cikin al'umma alhalin manzon Allah alhalin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗaitar da musulmi yana jan hankalinsu a kan cewa su kawwame kawunansu su kusance al'auransu su kauna ganinsu su kiyaye al'auransu ba dan komai ba saboda fitina saboda fadawa cikin gida ubangiji subhanahu wa ta'ala yake qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa mu'minai maza su kauna ganinsu su kame idanuwansu daban kallon haram daban kallon abin da bai dace ba wa ya'tabu furujahum su kame al'auransu kada su sanya ta inda ya haramta su kame al'auransu kada su bayyana adansu yadda za a ga al'auransu wannan shi ne ya fi tsarki a gare su shi ne ya fi alkhairi a gare su Allah zai lalata wa mutane abin da kusa da su suna aikata sai yi magana a kan mata kuma wa kullil mu'mina kuma ka gaya wa mu'minai mata yaghudna min absarihim su ma su kauna gani su rinka idanuwansu kada su kalla haramun kada su kalla abin da ba a halasta musu ba ويحفظن فروجهن سنن سكيا يا الأورا ما لبن تفسير سكيا يا الأورا على تفسير أكيا يا الأورا كذا أبيا لا تا أكيا يا الأورا قولي يا حلوم أكيا يا الأورا كذا أفعل سكين زنا كأفعل سكين زنا ولا أكيا يا قولي يا حلوم سبحان أبينا بيا وانا نسي آي آي مسلمي إذا كشك سكين جاني أولم idan ka shiga cikin kasuwar nuku idan ka shiga wuraren ayyukan mu za ka ga abu daban za ka ga abu na tashin hankali za ka ga abu na kazanta al'aura ta zanto abun abu abu shi ka wannan rashin tsanci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku bayyana hali sai aka killace wasu al'umma aka killace wasu dangin wasu mazaje aka ce su su kadai za a nuna wa hali dan me saboda a hana barna ta yaɗu a cikin al'umma a hana lalata ta yaɗu a cikin al'umma domin a yawaita alkhairi da kamewa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu shakka idan ka yi duba zuwa ga kafafen yaɗa labarai da mujallu da jaridu da ake fito da su a wannan lokuta za ka ga ana fito da mata cikin farinci za ka ga ana fito da su a cikin mummunan yanayi wanda yanayi ne wanda lallai ya mace ba.